ان هي حاجه القانون ده من اوله لاخره لا القانون ده من اوله لاخره رسوم خدمات حكوميه، يعني رسم رخصه السلاح، رسم رخصه المهاجر، رسم طلب الجنسيه المصريه، رسم جواز السفر، ترخيص السيارات، كلها خدمات تقدمها الحكومه للمواطن، وبالتالي الخدمات دي كلها كان عليها رسوم. القانون ده رفع رسوم، يعني رفع رسم تسجيل العربيه مش عارف كام بكام، رفع رسم رخصه السلاح مش عارف من 100 جنيه ل 1000 جنيه، رفع طلب الجنسيه المصريه من 50 جنيه ل 10000 جنيه، فكلها خدمات حكوميه تقدمها الحكومه للمواطن وعليها رسم، ورسم رفع التقدير. وبعدين البند الثاني حط 50 جنيه على التليفون ليه؟ لان ده له خدمه بتقدمها الحكومه للمواطن، هو لا خدمه بتقدمها الحكومه للمواطن ولا هي ضريبه. واشمعنى المحمول؟ ليه مش على السجاير؟ ليه مش على الخمره؟ ليه مش على القمار؟ ليه يعني ليه مش على الشوكولاته؟ يعني كان حاجه مش منطقيه خالص الصراحه يعني. فطبعا ده هيحد من هيقلل من البيع جدا الخطوط الجديده. لمست يا فندم بقى التأثر هيبان، يعني هو الكلام ده بقاله شهر يعني، بس انت لازم على الاقل لما تيجي تقيس اي حاجه تاخد 3 شهور مثلا، عشان احنا بنستنى لما نشوف 3 شهور على بعض ونقدر نقيم، لان لازم تحايد كل العوامل الثانيه، يعني لازم تحايد الصيف وتحايد رمضان وتحايد العوامل الثانيه عشان وتقارنها بالسنه اللي فاتت. حاجه كانت 15 بقت 60 ولا بقت ب 70؟ بقت بكام الخط دلوقتي؟ بكام؟ في 10 جنيه دي مع 15؟ لا ال 10 جنيه دي على الفاتوره. 75 بقى كام؟ 77. حاجه كان ب 15 جنيه وبقت بقى 77. في تغييرات برضو، مثلا موضوع رفع سعر الكارت او تخفيض الرصيد من الكارت. يعني احنا كنا ساعتها ادينا اعتراضنا كذا مره وقلنا ان ده زياده مش مطلوب يبقى كده. احنا كل اللي كنا عايزينه كشركات ان ضريبه القيمه المضافه تبقى زي ما عميل الفاتوره يدفعها عميل الكارت يدفعها. فده كان هيزود الكارت مثلا اعتقد كان هيزود الكارت حوالي 1.5 جنيه حاجه كده، الكارت ب 10 جنيه يعني، كان هيتباع ب 12.5 تقريبا او 12.75 حاجه كده، مش فاكر الرقم بالظبط يعني، قول 13، نقول كان الكارت هيتباع ب 13 وهيديك 11.5 جنيه رصيد مثلا، بقى الكارت ب 10 جنيه وهيديك 7 جنيه رصيد.